جدد مجلس الأمة ثقة بوزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بعد أن أظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح عدم موافقة 34 نائباً وموافقة 11 من إجمالي الحضور والبالغ عددهم 45. وكان قد تحدث كل من النائبين فيصل الكندري والدكتور خليل أبو الكم مؤيدين لطلب طرح الثقة، في حين تحدث النائبين علي الدقباسي ورياض العدساني كمعارضين للطلب. وفي سياق متصل أجل المجلس التصويت على تشكيل لجنة التحقيق في محاور استجواب وزير النفط إلى الجلسة المقبلة. كما جدد مجلس الأمة الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بعد رفض 28 نائبا لطلب طرح الثقة وموافقة 12 نائبا وامتناع 5 نواب. وكان النائب علي الدقباسي قد طلب سحب اسمه من ورقة طرح الثقة بوزيرة الشؤون هند الصبيح، فيما طلب النائب خالد الشطي إضافة اسمه إلى ذلك. أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الحق بأن يسحب أو يضيف أي نائب اسمه في طلب طرح الثقة وفقا للائحة.